السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بخير والسرور متابعين غاليين. شكر خاص لأبو سعد على تصوير سيارة تسلا في دبي، دبي مول. بعطيكم نبذة مختصرة عن السيارة. طبعا أول إنتاج لهم عام 2008، أنتجوا سيارة سبورت، وعام 2012 بدأوا ينتجون سيارات بشكل رسمي، وباعوا في عام 2016 باعوا 186 ألف سيارة. عندهم ثلاث فئات X وS و3، وتعتبر فئة S مطورة من كل النواحي شكلا وداخليا وخارجيا، وتجمع بين القوة والاستهلاك المنخفض للطاقة، وفيها أعلى معايير الأمان والحفاظ على السلامة، وتتمتع بأطول مدة للسيارات الشحن الكهربائي على مستوى العالم، ويتم تحديث برنامجها التشغيلي باستمرار مثل تحديث الهواتف الذكية، مكان البطاريات تحت السيارة لكي يتم التوازن، الشنطة والكبوت طبعا فاضية. بالنسبة للداخلية تتمتع بنظام عزل صوتي متطور يوفر أعلى درجات الهدوء للركاب. وأول ما يلفت انتباهك بداخلية السيارة هو الشاشة الكبيرة بحجم 17 إنش، وتعمل باللمس وتتحكم عن طريقها بجميع أنظمة السيارة. طبعا دخول السيارة بدون مفتاح ذكي، وفيها كاميرا خلفية عالية الدقة. بالنسبة لحزمة الأمان، مكابح احتقائية في حالة الطوارئ، نقط عمياء، حساسات المساعدات للاصطفاف، وتقدر توقفها اوتوماتيك طبعا، وتقدر تسوق بالطرق العامة اوتوماتيك، وفيها ثمان إرباقات. وعندك عن الفئات المتوفرة من طراز تسلا، فيها الموديل S في الوقت الراهن حاليا، موديل S75 تولد قوة 75 كيلو واط بالاعتماد على محرك خلفي، وتمشي السيارة مسافة تمشيك 450 كيلو متر بالشحنة الواحدة. طبعا تحتاج السيارة إلى 40 دقيقة ليتم شحنها بنسبة 80% وبالطاقة الكهربائية، و75 دقيقة تقريبا يتم شحنها بالكامل. وموديل S75D تولد قوة 75 كيلو واط بالاعتماد على محركين أمامي وخلفي، وتمشي السيارة لمسافة 466 بالشحنة الواحدة. وموديل S90D تولد قوة 90 كيلو واط، وقوتها الأحصنة 512 حصان بالاعتماد على محركين أمامي وخلفي، والتسارع من 0 إلى 100 في 4.5 ثواني، وتمشي السيارة مسافة 512 كيلو بالشحنة الواحدة على سرعة 100 كيلو. وموديل S100D تولد قوة 100 كيلو واط بالاعتماد على محركين أمامي وخلفي، وتمشي السيارة مسافة 594 كيلو متر بالشحنة الواحدة، طبعا إذا أنت كنت تمشي على سرعة 100. وموديل S اللي هو يعتبر نسخة الخارقة اللي هو B100D، النسخة الخارقة تولد قوة 100 كيلو واط بالاعتماد على محركين أمامي وخلفي. بالنسبة للكاميرات، فيها كاميرات جانبية وأمامية وخلفية، وحساسات وقت القيادة الذاتية أو الذكية. طبعا ما فيها جير، فقط تضغط قدام وريوس. طريقة تشغيل السيارة بدون مفتاح ولا زر، تشغيل فقط عند إذا ضغطت على الفرامل تشتغل السيارة. وفيه طبعا تقدر تنزل برنامج خاص للسيارة تسلا، تطبيق خاص تنزله على جوالك، تتحكم فيه أغلب الأشياء عن طريق البرنامج، وتقدر تتحكم عن طريق البرنامج تقدم وترجع السيارة من جوالك. وطبعا راح تشتغل فيها الحساسات والكاميرات، وراح توقف على طول أول ما يوقف أحد قدامه. طبعا الأسعار فئة S تبدأ تقريبا من 280 ألف إلى 550 ألف تقريبا، عد على حسب إذا انتشرت السيارة ممكن تقل أسعارها. وسلامتكم.
بس.